وللحديث عن ملف الفساد الحكومي وانهيار الواقع الاقتصادي في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين سبعاوي. أهلا وسهلا بك سيد حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. حجم أموال كبير تقول جهات حكومية أنه أهدر في عدة مشاريع تديرها هيئة استثمار بغداد، إلى أي مدى ساهم الفساد الحكومي في إيقاف عجلة التقدم في البلاد؟ يعني الفساد في العراق هو يعتبر المشكلة الاقتصادية في العراق. العراق ليس بحاجة إلى موارد ولا بحاجة إلى مال ولا بحاجة إلى مواد أولية. العراق بحاجة أن يتطهر، من أن يطهر نفسه من هؤلاء الفاسدين. والقضية ليست فقط في قضية الاتصالات، بل في جميع مؤسسات الدولة وما يصدر إلى الإعلام أو ما يسرب، إما نتيجة خلافات أو صراعات حزبية، ولا ما أخفي كان أعظم بكثير. بل تابعنا أنه الصراع اليوم، وزير النقل يتكلم، والبارحة كان أحد النواب مع رئيس مجلس النواب أيضا يتكلمون عن صفقات فساد. عندما يصل الحجم إلى الإعلام وإلى عموم المجتمع، فمعناها الفساد يعني أصبح طامة كبرى لا يخفى على أحد، لا على وسائل الإعلام ولا عموم المجتمع، سواء في الداخل أم في الخارج. طيب، لجنة الطاقة النيابية أكدت أن هناك أياد تسعى لإبقاء العراق خاليا من الكهرباء، لماذا لا يصرح بهذه الجهات؟ الكل يقول أن هناك جهات وهناك أياد خفية، وكأن هذه الجهات غير معلومة. لا، هو هي خفيه، هو ما يستطيع، ما يجرأ ان يتكلم، ان يذكرها، وليست خفيه للشعب العراقي، هي معلنه ومعروفه. هذه الايادي ولاءها خارجي، لا تمتلك اي ولاء وطني ولا حس وطني، هي ولاءها بالتحديد لايران، ومعلوم قصه الكهرباء ومحاوله ربطها بدول الخليج. هذا طبعا يضر ايران او اقتصاد ايران، رغم الفارق في السعر ما بين السعر الخليجي والسعر الايراني، لكن هؤلاء لا يهمهم لا اقتصاد وطني ولا حس وطني ولا شعور قومي ووطني. هؤلاء الناس ينطلقون من منطلق فكري عقائدي، لا ينطلقون فقط من منطلق سياسي كما يتصور البعض. انا اعتبر الفساد في العراق هو يعني فساد مقنن دينيا، وهذه الخطوره. هو مستنسخ من فساد الحرس الثوري في ايران، باعتبار كل ما يقوم به هو مباح له شرعيا وفق فكرته وفق مذهبه وفق ما يعتقده. لهذا السبب أخطر أنواع الفساد هو هذا النوع من الفساد المقنن دينيا، اللي به فتوى شرعية، اللي به كذا. يعني ليس فساد سياسي، حتى ممكن الجهات الرقابية والقضائية تقوم بمحاسبة هؤلاء. هؤلاء يحللون هذا الأمر، يعتبرون من الواجب ومن الضروريات أيضا. فهؤلاء من الصعب جدا يعني إصلاحهم. نعم. طيب، بالنظر إلى ما قاله وزير النقل الحالي عندما تحدث عن عمليات فساد كبيرة في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية العراقية، ألم تعد الحكومة بالسيطرة على المنافذ؟ هناك من يتساءل أين هذه الوعود؟ وإذا كان الوزير يشخص المشكلة ولا يستطيع أن يساهم في حل هذه المشكلة، فما قيمة أن يكون وزيرا وما قيمة أن يكون مسؤولا؟ يا سيدي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقبله كل من يأتي إلى السلطة يبدأ بتصريحات نارية وقوية، وأنه سوف يخلص العراق من الفساد ومن الفاسدين ويكون العراق يعني ربيعا. هذا الأمر يصطدم به الشعب العراقي ويصطدم به نفس المسؤول عندما يكون أمام الواقع، يجد أن هؤلاء هم أقوى من الدولة الحقيقية، هؤلاء أقوى من القوات الأمنية ومن السياسيين ومن المؤسسات الموجودة في الدولة العراقية. بالأحرى هؤلاء هم من يقود الدولة العراقية. فهذه التصريحات تبدأ يعني فقط في بداية الأمر يكون لها بريق، ثم يقفز بريقها. وهذا أيضا ما سمعناه من السيد مصطفى الكاظمي عندما الكثير كان يتوقع منه بأنه سيحمل مشروع وطني لإنقاذ العراق ومواجهة الفاسدين والقتلة وإلى آخره. بدأت هذه الصورة شيئا فشيئا تتلاشى، وبدأ الشعب العراقي يدرك أنه لا حل مع هؤلاء من قبل نفس السياسة أنفسهم، لأن شرعية هؤلاء المسؤولين هي من هؤلاء المجرمين. نعم. فكيف يستطيع محاسبتهم؟ هذا أمر متناقض، لا يقبل عقل ولا يقبل منطق. شرعية الكاظمي، شرعية الوزير من هؤلاء الذين يمتلكون أكبر كتلة نيابية في البرلمان. نعم. طيب، هل أو كيف بالأحرى انعكست سيطرة الأحزاب على المطارات والموانئ على الواقع الاقتصادي العراقي من جهة، وعلى خزينة الأحزاب من جهة أخرى؟
يعني اولا بالنسبه للدوله هم افقدوا يعني مؤسسات الدوله وافقدوا مفهوم الدوله، هذا اكبر من قضيه الفساد. انت اليوم عندما تفقد وطن او تفقد دوله تفقد مؤسساتها تكون اكبر من قضيه الفساد، الفساد حاله واحده فقط. او لا افقدوا قيمه الدوله لدى الشعب العراقي ولدى مؤسساتها. اما بالنسبه لهم فاكيد هم اصبحوا يعني كل رئيس حزب اصبح قارون زمانه واصبحوا اغنى من الدوله. يعني انا يعجب عندما دوله تقول انا استلمت الخزانه فيها 300 مليون في حين شخص واحد من هذه الاحزاب يمتلك 10 مليارات. معقوله شخص اغنى من الدوله؟ ومن اين له هذا؟ يعني هذا الامر اصبح واضح. الفساد في العراق لا يحتاج الى تحقيق، لا يحتاج له الى تدقيق، لا يحتاج له الى بحث عميق، يحتاج الى كنس هؤلاء الفاسدين. والان الشعب العراقي هو منتفض بسبب هؤلاء الفاسدين وبسبب هؤلاء القتلة. وهناك تحالف ما بين القتلة وهؤلاء الفاسدين، تحالف استراتيجي تخدمهم مصالح مشتركة وتخدمهم أفكار عقائدية إجرامية ضد الشعب العراقي. لكن يعني هل بات الفساد الحكومي في العراق آفة يصعب استئصالها؟ بالتأكيد اليوم الفساد العراقي، الفساد في العراق اليوم على مستوى الأفقي والعمودي هو عام. يعني عندما تقول الفساد على مستوى الافقي فانت تسمع اليوم من وزير وغدا تسمع من رئيس وزراء ومن رئيس برلمان ورئيس جمهوريه ومؤسسات اخرى. هذا معناه فساد يعني افق عمودي عام. الافقي اليوم جميع مؤسسات الدوله ودوائرها وكذا يعاني المواطن العراقي من مراجعه اي معامله من الفساد ومن يعني تاخير اي معامله كانت على مستوى تبدا من الفراش ثم تنتهي بالمدير، لانه هي العدوى انتشرت في الشعب. في موظفي الدولة بسبب الفساد فساد القمة، وهؤلاء القمة يعتبرون بمفهوم الدولة هؤلاء ملح الدولة، فإذا فسد الملح من يصلحه؟ نعم. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.